ملعوبة على اليمين، فهد عبد الرزاق تحت ضغط عالي، والتمريرة والمرتدة القادمة، والمرتدة القادمة لفريق الرياض. هذه فرصة نيكولا، نيكولا في المرمى، الله عليك يا نيكولا، من غيره من غيره الهداف نيكولا، نيكولا نيكولا نيكولا، عندما تصعب الأمور تجد نيكولا في الهجوم يترجم إلى هدف أول، هدف أول لفريق الرياض. هو هذا، هو هذا فريق الرياض، هدافهم هدافهم الآن يجلب الأخبار والأفراح، ويأتي ويأتي بالهدف الأول لفريق الرياض. نيكولا وجد مساحة، نيكولا ترجم الفرصة إلى أهداف، إلى هدف مؤكد لفريق الرياض. شوفها، شوف هذه الفرصة وهذه الانطلاقة اللي كان ما فيها راية، انطلاقة لجيموفيتش، جيموفيتش مدراج مررها لنيكولا، وجد نفسه في مساحة ولعبها بلعبة ومهاجمين والهدافين. نيكولا يسجل الهدف الأول من هذه المرتدة، من هذه الفرصة المناسبة في هذا الوقت المهم لفريق الرياض. هدف أول لفريق ركلة زاوية، آخر ست دقائق وتقدم للعيبة فريق العربي للمشاركة في هذه الركلة. كرة الأمام بالرأس، فرصة ملعوبة في المرمى، جول عرباوي، عرباوي عصام القرني يسجل هدف التعادل والعودة، هدف تعادل لفريق العربي، هدف تعادل لفريق العربي. عصام القرني، عصام القرني يستفيد من الخطأ اللي يتواجد بين دفاعات الرياض، جينا نحضر ونلبي لفريق العربي، العربي الآن يصل ويعدل النتيجة هدف لهدف لهذه القمة الكبيرة في دوري يلو. شوف المتابع، هذا الحالة الحالة الحالة، عصام القرني والتمركز الجميل وترجمة الفرصة أمام حارس المرمى ريدريغوز وأمام الدفاع. عصام القرني يمتعبهم، يمتعبهم لعيون العربي. يلعب كرة على اليمين، محاولة الآن لفريق الرياض لتنشيط الجبهة اليمنى إلى نيكولا يتقدم فيها، وفرصة في المرمى، جول، جول ثاني لفريق الرياض، هدف ثاني للفريق العاصمي، هدف ثاني لأبناء الوسطى. الله عليها من هندسة ومدرسة، ومدرسة لفريق الرياض، هدف ملعوب ومرسوم من وسط الملعب إلى الجبهة اليمنى، نقلات برازيلية خالصة، هدف ثاني، هدف ثاني يسجل لوبيز، مورالها مورالها، شوف التمرير والتواجد والتمركز، وهدف ثاني بصناعة نيكولا. الله عليك يا نوبيل لوبيز، الله عليك يا مورالها مورالها. هذه كرة نيكولا اللي مشاها إلى ميراندا، وميراندا إلى مورالها لوبيز، يضيف الهدف الثاني، واحتفالية برازيلية لأبناء الوسطى. يستعد الآن أبلا، يتقدم لهذه الكرة في المرمى، جول لفريق العربي. هو هذا بلاي، هو هذا بلاي، هداف الدوري، يعود بالفريق العرباوي إلى هذه القمة، إلى هذا اللقاء، هدفين لهدفين في لقاء الرياض والعربي من ركلة الجزاء، يعودون من ركلة الجزاء يسجلون الهدف الثاني، وعودة وعودة، جينا نحضر ونلبي لعيون لعيون العربي. الله عليها من لابتة حاضرة في المدرج، وبلاي، هذا بلاي، هذا بلاي ما غيره، الهداف، الهداف بكل ثقة يضعها على يمين حارس المرمى البرتغالي رودريغيز نوفو، تعلن هدف التعادل والهدف الثاني لفريق العربي في قمة هذه الجولة في دوري يلو لأندية الدقة. كرة تعود الآن في المنتصف، أسامة هيب يعرضها إلى أبلاي، أبلاي على الكنترول، الله 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 الله، يمتعبهم يمتعبهم أبلاي،
هدف قاتل، هدف جميل لأبلاي. أبلاي يسجل الهدف الثالث، يقلب الطاولة فريق العربي. الهدف الثالث، هذه ورقة رابحة، هذا جامعة في فن الأهداف، هذا جامعة في فن الأهداف. الله عليك يا بلاي على الكنترول وعلى الأداء وعلى الهدوء، يمتعبهم وينفرحهم، ينفرحهم أبلاي. أبلاي هداف دوري الدرجة الأولى وهداف العربي في الشوط الثاني. سوى الهوايل، سوى الهوايل، سوى الهوايل. الله على الكنترول، هذا الحالة فن، فن في الكنترول وأداء جميل في التسديد المباشر. الله عليك، علقها في زاوية بعيدة عن البرتغالي نوفو. هدف جميل، هدف ثالث، هدف رائع لفريق العربي. العرباوي، العرباوي يسجل الهدف الثالث. أبلاي ورقة رابحة، عمره ما كان ورقة خاسرة. هذا أبلاي. وتغطية ومساندة وصلت المنتصف، مرتدة لكن يكسب معه خطأ، يكسب لاعب فريق الرياض. إلى العقل، يعرضها إلى مدعب شراحيلي في المرمى، جول ثالث لفريق الرياض، عودة لفريق الرياض بهذا الهدف. جول ثالث لفريق الرياض، عاد بهم البرازيلي، رجعهم البرازيلي. مورال هاي يسجل الهدف الثالث. شوف هذا الخطأ، هذا الخطأ وبدايته لعب الخطأ اللي عند محمد العقل، عرضها. شوف الهدف والتكملة، والتكملة إلى لوبيز. لوبيز يسجل هدف الثالث. مورهالا ينقذ فريق الرياض ويرجع فريق الرياض إلى المباراة. ثلاثة لثلاثة لهذه المباراة الكبيرة المجنونة. مباراة حلوة، أهداف، ستة أهداف للفريقين. مورالها، هذا البرازيلي يا من قذ